انا ايه الفئي اللي هي working group APSF SCU. اتعلمنا ك working group يعني ايه team work، وكنا في كل ال clubs وال events اللي كنا بنعملها كنا على طول بنحاول نوصل image كويسة ل APSF ونكسب ثقة ال students. ده اكيد مش هيفيدنا بس دلوقتي، ده هيفيدنا بعد كده كمان لما يبقى كل واحد فينا عنده الشغل الخاص بتاعه، انه ازاي يكسب ثقة ال patients، ودي اهم حاجة على طول في الشغل. انا اسمي ريم نبيل، انا ممبر في السيب وركينج جروب في APSF SCU. اكتر حاجه فادتني في البروجرام ده ان انا قدمت في الستودنت اكستشينج بروجرام وعملت انترفيو في اسماعيليه وكمان في القاهره، ودي كانت اكسبيرينس حلوه جدا بالنسبه لي، وكسرت الخوف اللي كان جوايا من فكره الانترفيوز والكلام مع ناس بطلاقه. ده حفزني اكتر ان انا اعرف اكتر عن شغل الليو من اول ما العقد بيجي لغايه ما الناس بتسافر. فقررت ان انا اقدم في الليو وركينج جروب واستفدت كتير جدا، وعرفت ان الليو مش بس شغله ان هو يتيح للناس فرص انها تسافر، ده كمان بيأهلهم للسفر ده وبيخليهم يعني بيعرفهم كل حاجة المفروض يعرفوها عن السفر ده، زي مثلا English skills او معلومات عن البلاد اللي عايزين يسافروها او اي حاجة. محمد APSF SCU Leo Working Group. اكسبيرينس الليو السنة دي كانت حلوة جدا، وكانت احلى ميموري فيها لما في مرة ندى الهيد كانت عاملة ميتنج، وفي أول الميتنج عشان تعمل زي ورم اب كده عملت لنا جيم صغيرة كانت ذكية جدا. كنا واقفين كلنا ومشبكين ايدينا في بعض، وكان المفروض يعني ان احنا نفك ايدينا من بعض من غير ما حد يسيب ايد التاني. مش فاكرة عملناها ازاي يعني، بس هي كانت حلوة اوي. بس هي كان مغزى منها يعني ان هي تعلمنا أهمية التيم ورك وكده. بس انا اروى محسن APSF SCU working group، واشتغلت في الليو لمدة سنة مع ندى عادل. ايه الخبرة اللي استفدتها؟ اكتر حاجة يعني كانت المعلومات اللي عملناها لما كنا بندور على بلاد، معلومات عن بلاد عشان نعمل اونلاين بروموشن للسفر وكده. فكانت ندى مقسمة كل واحد ياخد حوالي 6 بلاد. دي كانت اكتر حاجة انا استفدتها لما قعدت اقرا عن بلاد مختلفة وادور على حاجات كده. دي كانت الخبرة. هم لما قالوا لي ادور على افكر في موقف صعب، فانا قعدت فكرت كتير، بس ما كانش في موقف صعب. معنى كان موقف صعب لان يعني كان كل حاجه بتمشي. انا عادي كنا بنقول لها في مشكله في كذا، كانت بس بندور على حل تاني. كانت يعني لا، كانت بتسهل كل حاجه. انا ما كانش في موقف اللي هو ازمنا الدنيا ولا لازم، ما حصلتش خالص. الموقف المضحك كان واحنا بنعمل المسابقه بتاعه IPSF اللي هي كل بلد كانت بتدور على الاكله المشهوره ليها وبتعمل بروموشن والجوده، وبنعمل بروموشن لاكله المشبك، وانا ما كنتش بحب المشبك، وكان معايا ناس كتير ما تحبش المشبك، وقاعدين في الجاردن بناكل كاننا مستمتعين جدا. وكان موقف يعني كنا بنضحك ساعتها ان احنا ناكل مشبك واحنا في البيت. بس انا احمد جمال من في APSF SCU ولي وركينج جروب. مبسوط جدا ان انا كنت جزء من الشغل السنه دي، واكتر حاجه فعلا فرحتني هي ان بعد كل ايفنت الناس بتشيد بقد ايه احنا اشتغلنا، وده بيبان من الفيدباكس بتاعتهم. ودي حاجه بتخلينا فعلا ان احنا نقدر نكمل بعد كده في شغلنا ونقدم حاجه احسن. ومبسوط جدا ان انا كنت جزء من التيم بتاع الوركينج جروب، وفخور جدا بيهم، وفخور ان انا استفدت منهم واشتغلت معاهم. حابب اشكرهم كلهم، وحابب اقول لهم ان انا فعلا كنت فخور ان انا اشتغلت معاكم طول السنه. انا ندى عادل APSF SCU ليو. من احسن الاكسبيرينس ليا السنه دي هو شغلي مع ليو وركينج جروب، لان حسيت ان احنا قدرنا نعمل ايدياز كتير كرييتيف وديفرنت، وده بتبقى احلى حاجه في الشغل، لان في الاخر فيدباكس الناس هي اللي بتخلي الواحد يحس ان الشغل كان ورث ات. انا مبسوطه جدا ان انا اشتغلت معاهم السنه دي، لان كانوا كوميتد جدا للشغل. فخورة جدا ان انا جزء من التيم ده. Thank you so much.
Egyptian Pharmaceutical Students Federation. Since 1982, pharmacy is our passion.